سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. مرحبا بكم في أول عدد من برنامج سياسات الصحة. تنجموا تابعونا على فريكونس الحياة فام 93، أيضا تنجموا تابعونا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. أنتم في الاستماع كما قلت البرنامج سياسات الصحة، واليوم ما عندي معايا في الاستوديو ثلاثة ضيوف من الوزن الثقيل. معايا محمد المرزوق المنسق الجهوي للتعليم، معايا أيضا سيب العيد أولاد عبدالله دكتور في علم الاجتماع والاقتصاد الاجتماعي، ومعايا ضيفي الثالث عادل المستيري، السيد عادل المستيري المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية. مرحبا بكم. مرحبا بك. نبدأ معاك سي محمد، مرحبا بك. مرحبا بك سي عادل المستيري، مرحبا بك. سيب العيد أولاد عبدالله الدكتور في علم الاجتماع، مرحبا بك. مرحبا، شكرا. اليوم العودة المدرسية، اليوم 15 سبتمبر 2021، اليوم صغيرات الكل بريسك أقرأ أكثر من 2 ملايين تلميذ في تونس رجعوا لمقاعد الدراسة. باش نحكيه شوية على واقع التعليم في تونس والسياسة التعليمية في تونس. نبدأ معك سي محمد. عنا في القروان ثالث، تتسمى ثالث ولاية في عدد الأميين، هي أيضا من أكثر الولايات اللي فيها ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. باش نحكيه على أرقام ونحكيه أيضا على أسباب الظواهر هذه، وبعد زيدا نعطي الكلمة السيب العيد أولاد عبدالله يعطينا تحليل وقراءته للظواهر هذه، ونحكيه أيضا مع عادل مستيري المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، ونشوفوا مشاريع الدولة أو دور الدولة في الحد من الظواهر هذه. نبدأ معك سي محمد، تفضل. بارك الله فيك، وبارك الله في وبارك الله في كل مستمعي لإذاعة الحياة فام والقائمين عليها. الحقيقة ارتفاع نسبة الأمية في ولاية القيروان هو في الحقيقة يمثل تحدي بالنسبة للمنظومة التعليم ككل في تونس. والقيروان هي تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في النسبة بنسبة 29.6%، وكي نقولوا معناته ارتفاع نسبة الأمية، نلقاو من بين الظواهر المغذية للأمية في القيروان هو حاجتين مهمين بالنسبة لي أنا. أولا الانقطاع المدرسي، وثانيا نسبة التمدرس. الانقطاع المدرسي في القيروان برشا معتمديات عنا تعرف نسبة أمية معناتها مرتفعة، كما بوحاجلة ترتفع فيها نسبة الأمية أكثر من 46%، العلا أكثر من 40%، سبيخة إلى غير ذلك، وخاصة كي نمشيو نسبة الإناث، نسبة واللي هي معتمديات فيها برشا أرياف، اللي عندها أرياف معناها مترامية مترامية. يعني نسبة النساء مثلا في هذه المعتمديات نسبة فيها توصل لأكثر من 50% نسبة الأمية فبالتالي نلقاو أنه المغذي الثاني لنسبة الأمية هو الالتحاق بالمدارس. تعرف اللي نحن في القروان مثلا في الشريحة العمرية في التعليم العالي، نأخذ مثلا القيروان الشمالية، نسبة الالتحاق بالتعليم العالي هي 43%، يعني نسبة ضعيفة في نسبة ضعيفة ياسر، وإحنا قبل قلنا أنه 6 تقريبا من 10 معناتها اللي يلتحقوا بالدراسة معناتها في الأخير ما يصلوش للتعليم العالي، وهذا يمثل تحدي بالنسبة للبرنامج الجهوي للتعليم الكبار في القروان وبالنسبة للمركزية الوطنية للتعليم الكبار. سي بالعيد نكمل معاك. الارتفاع متاع نسبة الأمية أو الانقطاع المبكر عن الدراسة في القروان عنده علاقة بالفقر أو بثقافة عدم إعطاء القيمة للتعليم أو عدم الوعي بأهمية التعليم؟ لأنه السبب هو الفقر، نعرفوا القروان هي من الولايات الأكثر فقرا، معلش صحح لي سي عادل المستيري، هي الولاية الأكثر فقرا في الجمهورية القروان، هي الأولى في الفقر. دونك سي عبدالله سي بالعيد تعطينا قراءتك لأسباب ارتفاع نسبة الأمية في القروان. أولا شكرا على الاستضافة، وتحية ليك ولكل العاملين في إذاعة الحياة فام، وإن شاء الله ربي يوفقهم في هذا التوجه الجديد. طبعا مع تخصصي وهذا يعتبر فريد من نوعه في العديد من المناظر اللي فيها، وكاني مشكورين جدا، إن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح. المسألة فيها مسار كامل، يعني كي ندرسوها ندرسوها في مسار وتحولات كبيرة في علاقة أول حاجة بالعوامل الذاتية والعوامل الموضوعية.
العوامل الذاتيه هي مرتبطه بالاشخاص الاميين منين جايين هذوما، يا اما لم يلتحقوا اطلاقا بالمؤسسه التربويه، يا اما غادروا المؤسسه التربويه مبكرا وبالتالي ارتدوا للاميه. ونتحدث في حضره زوز اطارات من الشؤون الاجتماعيه سي محمد وسي عادل، توك يعني هذا يخليني يغذي هذه الظاهره الاجتماعيه اللي هي ظاهره الاميه. الجانب الاخر هو الجانب العام، بأن باعتبار أن ولاية القيروان هذه الولاية الغامضة بين معقفين، يعني اشتغلت عليها كثيرا، هذه الولاية غير المعروفة وغير المدروسة، هل هي ولاية فقيرة أم ولاية غير مثمنة، لأنها هي الأولى على مستوى الفقر ب 34.9% رغم موقعها الاستراتيجي ورغم العديد من المعطيات، وليس بمقاربة جهوية، لأنه أيضا البعض الناس تخطأ، لأن المؤشرات في مجال الفقر تعطينا بأن القيروان الأولى صحيح في الفقر ب 34.9، ونجد المهدية أي إذا كان ولاية ساحلية في المرتبة التاسعة، وجوهرة الساحل سوسة في مرتبة مفاجئة بالنسبة للبعض اللي هو باش ما يعملش هذه تغيرات توا مؤخرا قاعدة 13 المرتبة 13 بالنسبة لولاية سوسة، أي بمعنى لازم نفهم مليح بأن ظاهرة الفقر هي ظاهرة تستهدف تقريبا جميع الولايات في الجمهورية التونسية. إذا بمعنى أنه الفقر والمعطيات ضمن الكل، ثم صورة التعليم في حد ذاته كمصعد اجتماعي تغيرت بدرجة كبيرة جدا، فلن أن النجاح المدرسي يضمن النجاح المهني والنجاح الاجتماعي، هذا طرحت إشكالية كبيرة جدا، وبالتالي أحيانا يكون الإخفاق المدرسي أو عدم الالتحاق، وخاصة كما كان يحكي سي محمد الإناث وبالوسط الريفي. حاجة أخرى لازمنا نفرق مليح بين زوز أنماط وزوز أشكال من الأمية. ثم الأمية العادية هي الأمية الأبجدية، وثم كلنا أميون، بمعنى لازم نفهموا مليح باش ما نكابروش على الناس تسمع فينا، ما نكابروش، كل واحد فينا عنده نقص في حاجة معينة، وبالتالي الأمية راهي ماهيش سبة ولا ماهيش واحد، أي بمعنى هي واقع اجتماعي معين في حاجة إلى تدخل مختص، والتوصيف هو يعني هو, 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 هو توصيف وما هوش يعني نعت أو وصل اجتماعي. إذا النقطة المهمة أيضا لازم نفرق بين الفئات نوعا ما الممسوسة بالأمية، عنا 10 سنوات وأكثر والقيروان يعني مرتفعة جدا بالنسبة فيها اللي هي حوالي 32.9% تقريبا، وتوصل في كما كان يحكي سي محمد أنه في بعض المعتمديات توصل إلى 40% وأكثر و 46%، كما بوحجلة كما شبيكة كما شراردة كما برشا، واللي هي معتمديات فيها برشا نسبة الفقر والجريمة مرتفعة، فيها نسبة الفقر وفيها وهنا مرتبطة أيضا بتثمين الخصائص الموجودة في الولايات. ثم المؤشر الثاني اللي هو مؤشر أمية الشباب، وهنا اللي أنا برأيي الخاص يعتبر عنده خطورة كبرى، اللي هم فئة 15-29 سنة، لأن لما نقول نتحدث على أمية للأشخاص بالغين من العمر يعني 50 سنة و 55 سنة، وقتا نتحدث على ناس اللي ما عادش عندهم حاجة بين معقفين إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي. إذا الشباب اللي هو 15-29 سنة هو شباب أمي، ونسبة مرتفعة جدا في ولاية القيروان، وخاصة أمي تماما، خلينا نحدد سي بالعيد بالضبط اللفظ نتاع أمي تماما، يعني غير قادر على الكتابة، أو أمي بمفهوم العصر، خاطر توا نقولوا الأمي هو اللي ما يستعملش أورديناتور، هو اللي ما يتكلمش الإنجليزية والفرنسية. هذه سي محمد يفيدنا فيها. هي بل ما نتعدل سي عادل ما عطينيش الكلمة باش نزيد هو يعطينا. الأمية هي أميات، هناك الأمية الأبجدية وهي الإنسان العاجز عن القراءة والكتابة والحساب، طيب، ولكن هناك أمية أخرى هي الأمية الثقافية، الأمية كما كنت تحل الإعلامية، الأمية، لكن أخطرها هي الأمية الحضرية. ما معنى الأمية الحضرية؟ هي الأمية الحضرية وقت تصبح الحديث عن الأمية الأبجدية هي شيء عادي في المجتمع، وهذا الخطير في ذلك. يعني حينما تتحمل المجموعة الوطنية عبء الأمية الأبجدية اللي هي مش تخلينا نمشيوا الأميات أخرى، وقتها زمنها أن نتحدث عن الأمية الحضرية في المجتمع، وهذا الاختيار كما كان يحكي لك سي بالعيد. يعني وقت نشوفوا احنا ضعف الموازنات المالية المخصصة للتعليم، وقت نشوفوا نحن أنه غياب إصلاحات جذرية في التعليم، وقت نشوفوا أنه الأولياء معناته هنالك عزوف على تمكين أبنائهم من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، على أساس وأن التعليم اليوم أصبح لا النتيجة
غير ذات جدوى بالنسبه لي. فهذا الخطير فيه يحدث في تونس 2021. فما اولياء يشجعوا اصغرهم على انقطاع التعليم بشكل أنا قدمت لك احصائيات، قلت لك مثلا انه نحن مثلا في معتمدي بوحجله 89% فقط يلتحقون بالدراسه سن 6 سنوات. ماذا يعني انه عندنا 11% ما التحقوش، الشراده 91%، السبيقه 89%. يعني هنا وقت اللي انت يكون عندك مثلا 38% مثلا في القيروان، في القيروان الجنوبيه، او 43% في القيروان الشماليه يلتحقوا بالتعليم العالي، وينهم الناس الاخرين؟ سي عادل توال باش ندور عليك انت، هل انه السياسة التعليمية في تونس تبدلت او تراجعت؟ شفنا الخيرات بورقيبة، نعرفوها خيرات بورقيبة، هو انه التعليم هو صاحب اولوية في ميزانية الدولة وفي اهتمامات الدولة وبرامج الدولة، ايضا الصحة، قطاع الصحة. بورقيبة راهن على التعليم بشكل كبير وبشكل منفرد مقارنة بالدول المجاورة، مقارنة بالمغرب العربي. هل انه السياسة في تونس تغيرت، السياسة التعليمية في تونس تغيرت، ما عادش فما رهان على التعليم واهمية التعليم؟ كيفاش تنجم تقيم انت الجانب هذا؟ شكرا وتحيه لصحفي اذاعه الحياه FM، اذاعه قيروان للصحه. جوابا على سؤالك، نحب نطمن تونس كل السياسه التعليميه، معناها ان الدوله توصيب زيت محافظه على السياسه التعليميه، وبالعكس هي تشجع باش تكون التعليم حق، وهذا ضمن الدستور التونسي حتى الجديد اللي هو الحق التونسي في التعليم. وبالنجاح التوجه هذا فما عديد البرامج اللي كانت موجوده زاد تطورت، وفما عديد مثلا نحن قبل كنا صغار كنا نعرفوا الكونتين ونعرفوا فما حاجات هذه كانت تشجع التلميذ وتدعم حتى المقدره، كانت مصاحبه للتلميذ، مصاحبه كامله معناها من ناحيه التعليم، التربيه، التغذيه، الكل. اكيد جدا. توا ولات فما حتى اعتمادات سنويه ترصدها وزاره الشؤون الاجتماعيه للعائلات المعوزه والعائلات المحدود الدخل، واحيانا العائلات اللي الدخل ذات الدخل الضعيف، هذوما عائلات يتم تمكينهم من المساعدات بمناسبة العودة المدرسية. السنة احنا عندنا العائلات المعوزة والعائلات المحدود الدخل فقط، على عكس سنة الفارطة. العائلات هذوما ينتفعوا على كل تلميذ مهما كان عدد التلامذة في العائلة الواحدة ب50 دينار، كل تلميذ عنده حتى 5 صغار ولا 6 صغار ياخذ 50 دينار على كل تلميذ. بالنسبة للطلبة مهما كان عدد الطلبة في العائلة الواحدة كل طالب يتحصل على منحة ب120 دينار. هذوما من الحاجات اللي حافظت عليهم الدولة، حافظت عليهم الدولة ودعمتهم، بالعكس ما كانوش قبل. هذا كل في إطار باش نربط باللي كان يحكي فيه اسم محمد يوسف العيد، هو للحد من القطاع المدرسي والتشجيع الأولياء باش يوصلوا صغارهم حتى للمدارس وتم مرافقتهم. كذلك عندنا برنامج اخر اللي هو وزاره الشؤون الاجتماعيه، قبل كنا لها المنحه كادره قبل 10,000، ومن بعد بشوي بشوي قعدت ارتفعها وصلت 90، نعطيه 180 دينار بخلاف كل تلميذ ياخذ 10,000 كل صغير، حتى الصغار تو مازال مش مدرسين من 0 ل 5 سنوات كل صغير ياخذ 30 دينار. هذه منحه ما عند اليونيسيف انطلقنا فيها من سنة الفارطة وقاعدة متواصلة. كيفاش يتم اعطائهم هذوما السجلات؟ العائلات المعوزة، ابناء العائلات المعوزة، معناها كي تحسب شهريا الدخل ماهوش 180، احنا عرفوها بشهر 180، لكن هم عائلات حصلوا حتى اكثر من 180. هذا كل في اطار المصاحبة والمرافقة باش اولاد الناس هذوما ما يتحرموش من حقهم في التعليم في مؤسسات الدولة. كذلك ما ننساش برنامج العمل الاجتماعي المدرسي اللي هي برنامج مشترك بين 3 وزارات اللي هي الشؤون الاجتماعيه ووزاره الصحه ووزاره التربيه. هذه خليه تتكون من ممثلين على 3 الادارات هذه على المستوى الجهوي، تجتمع دوريا للحد من الانقطاع هذا والتسرب المدرسي، باعتبار انه في كل مدرسه يتم تسجيل دورين، فما صغار ينقطعوا لما لأسباب عائلية، خلافات عائلية، ولا فما صغار تنقل، ولا فما صغار لأسباب مادية تنقطع. دونك دور الخلية هذه هي اليقظة من اللون، معناها بمجرد سيد رجل التعليم سواء كان معلم أو معلمة يبلغ الخلية، الخلية تأخذ الموضوع هذا بكل جدية
واحنا كشؤون اجتماعيه نتحاولوا معناها المنزل التلميذ هذا ونشوفوا شنو سبب الانقطاع وندخلوا فوريا معناها. فما تجاوب تلقاوه وقت اللي تمشيوا للتلميذ؟ اكيد جدا احنا مرات نلقاوا هكايا معناها صغير ما عندوش سبب. فما تلامذه رجعوا بفضل مجهود الخليج؟ يرجعوا قاعدين يرجعوا. بول عمل نسبه كنت تعطينا نسبه معناها في التلامذه اللي نجحت الخليج انها ترجعهم المقاعد الدراسيه؟ العدد رسميا تقريبيا ما بالنسبة لتوا ما نستحضرش. أما فما سجلت فما إيجابيات هالخلايا هذية احنا بهالمنبر هذا إن شاء الله نقعدوا مستمعين باش نزيدوا ونكثفوا العمل خاصة عملناه الكوفيد الخلايا هذية ما خدمتش ما عطاتش رونمون اللي كان مأمول منها باعتبار معناها ما عادش فما اجتماعات وما فما تنقلات. إن شاء الله سنين بالتلقيح وعزيمة السيدة زملائنا المديرين الجهويين في التربية وفي الصحة ومعظم زملائنا إن شاء الله بحول الله إحنا خاطر دورها مهم جدا للحد بالظاهرة هذية اللي نعمله خاطر كما كان يحكي اسم محمد توا الأرقام هذية ما تشرفش ولاية القيروان بصراحة ولاية اللي هي ولاية ثقافية ولاية عندها تاريخ عظيم وخرجت علماء وخرجت رجال فكر وخرجت احنا ديجا ما زلنا مواصلين سي عادل في برنامج السياسات الصحية باش نحكيو ايضا بعد الفاصل الغنائي هذا باش نحكيو علاش القروان وصلت الوضع هذا باش نحكيو على الاسباب بشكل اعمق نشوفوا ايضا حتى تأثير الثقافة على الصحة متاع التلامذة هذوما او ايضا تأثيرها على المنحة متاع حياتهم باش نحكيو حتى على الهجرة الغير الشرعية وعلى البطالة وعلى برشا ظواهر أخرى موجودة في القروان. نمشي وترتيحة مع الموسيقى وراجعين. سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. رجعنا لكم من جديد في برنامج سياسة الصحة ضيوفي محمد المرزوق المنسق الجهوي لتعليم الكبار بالقيروان. مرحبا بك من جديد سي محمد. مرحبا بك. ضيفي أيضا سي بلعيد أولاد عبدالله الدكتور في علم الاجتماع والاقتصاد الاجتماعي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأيضا معنا يحضر عادل المستيري سيد عادل المستيري المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالقيروان. مرحبا بك سي عادل. مرحبا بك. شكرا. حكينا في أول البرنامج على العودة المدرسية والأرقام متاع التعليم والأمية في القروان والأسباب متاع انقطاع المدرسي المبكر. توا باش نحكيو على التعليم بصفة عامة علاش تراجعت أو تراجع دور المدرسة العمومية وحكينا في الأوف كيفاه توا يخيروا الأولياء أنهم يقريوا صغارهم في المدارس الخاصة وما عندهمش ثقة ولاو في المدرسة العمومية. نبدأ معك سي محمد كالعادة. اليوم الأغلبية ولات عندها اتجاه أو توجه للمدرسة الخاصة علاش؟ سؤال خليني نقول سؤال خطير الحقيقة. حمل صحيح هو في الحقيقة خلينا نقولوا أنه المنظومة التعليم ككل نقولوا فما تعليم عام وتعليم خاص وفما ناس تحبذ أني تخلي صغارها يلتحقوا بالمدارس الخاصة ولكن الكثير معناتها الشعب التونسي الكريم الكل معناتها في المدرسة العمومية. الأسباب الحقيقة الأسباب فما اللي يبحث يمكن نقوله معناتها البحث عن أكثر جدوى يمكن حظ أكثر للنجاح أكثر للحياة أكثر للنجاح يعني يمكن توفر المكان. علاش قلنا علاش أني حكيت على في أن منظومة التعليم معناتها في تونس فقدت الكثير منها. يعني أنت تجي كما اليوم مثلا في ولاية القيروان وقت اللي مثلا تلقى مدرسة مثلا ابن شرف مثلا هدمت المدرسة ولم يقع معناته البداية في البناء نتاعها الاعدادية كيفاش تحب اني اليوم ولدي نزو للمدرسة هذيك يقرا وقت اللي اني نلقى مثلا بعض الفضاءات المدرسية ونقولها بكل مرارة بطبيعة الحال الشيء هذا لانه الاشغال انطلقت عندها ايام يعني معناها ما تنجم تاثر حتى كنا نجم ننطلقوا في العمل نتاعنا عندنا مدة بارشة معناته صحيح يعني اني في بعض المرات اعذر معناتها زملائي في الدرجة الجوية التعليم انه الشرج كبير برشا في ولاية القيروان يا حبذا وكان الموضوع مطروح انه زوز مندوبيات للتعليم في القيروان
معناتها يلزم يكون عندنا زوج مندوبيات تعليم القروان. القروان راهي ولايه شاسعه، القروان عدد سكانها معناتها اكثر من 500,000 تقريبا 600,000 ساكن. القروان هي الاولى كما قلنا في الاميه، في الانقطاع المدرسه، في الانتحار، يعني برشا معناته اشياء معناتها موضوعيه تخلينا نفكروا. المسؤول اليوم يلقى في بعض المرات يلقى روحه عاجز على انه يوفر الاشياء هذه. يعني مدارس نتاعنا في الريف، يعني هنا معناتها عندنا معوضين وعندنا يعني لابد ان يوقع التفكير جدي. ما نجموش نقولوا الناس يمشيوا للتعليم الخاص اليوم على خاطر التعليم الخاص احسن من التعليم العام، لا غير صحيح. اني مثلا كشخص مثلا اني صغاري قراوا في التعليم العام لاني عندي ثقه كبيره ياسر في التعليم العام وفي مدرسي التعليم العام، ولكن خلينا نزيد نقولوا نحن انا نعتبر التعليم الخاص هو جزء من التعليم العام، ما نعملوش منها قضيه، ولكن يلزمنا نعملوا على توفير اكثر في اسباب النجاح للمدرسه العموميه اللي تبقى الاصل، والمدرسه المدارس الخاصه هي تبقى فرع في الحقيقه. نرجع معاك سي بلعيد، شنو كيفاش باش نوا تفسر على الاجتماع شنو يقول في الحاله هذه؟ تفسرها موضوعيا علميا، ثم برشا ناس ساهموا في تراجع صوره المؤسسه التربويه العموميه. كما كان يحكي سي محمد، ما نجمش نجرموا القطاع الخاص، نجرموه في الاقتصاد ونجرموه في الفلاحه ونجرموه في الصناعه ونجرموه، لا، القطاع الخاص هو جزء من الاقتصاد التونسي، سواء كان ثم عندنا ثلاثه حوايج نتاع انماط نتاع الاقتصاد، عندنا اقتصاد القطاع الخاص، القطاع العام، وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ثلاثه مقاربات موجودين في الناس اللي هي تحترم روحها ولكن وفق ضوابط ومقاييس فنيه معينه، يعني وفق ضوابط اللي ربما هذه الضوابط خاصة بعد الثورة نقول اللي هي نوعا ما تراجعت بشكل كبير، كل واحد ولا يعني نحن في ولاية القيروان ولاية في لحية كل واحد ولا يفلح وحده. دونك هذه إشكالية كبيرة. أيضا ثم ناس ساهمت عن قصد عن غير قصد ساهمت في التراجع، يعني لما تجي يعني سي محمد يقول لك يعني مندوبتين في ولاية القيروان تنجم تعمل حتى ثلاثة مندوبيات في ولاية القيروان وتنجم ما تفلحش حتى شيء. علاش؟ لأنك أنت عندك أشياء تكبلك بقانون الصفقات العمومية وأشياء أنه أنت في نهاية السنة الدراسية ما تجيش تدهن، تو يدهنوا في مدارس ويصلحوا في أسقف، أنت ذري تقرأهم يصلحوا والمراديسك تخدم يعني والياجور محطوط والبنية المقاول يخدم. إذا هنا هذا سامحني حتى كان تعمل ثلاثة والأربعة مندوبيات ويقعد نفس تقعد نفس الإجراءات، هاو سي عادل بحذانا مدير جهة ويعرف أنه أحيانا باش يعمل يعني أي تغيير أو أي تمس في حاجة معينة يلزم ليه كونسلتاسيون، يلزم ليه برشا أشياء اعتبارات أخرى، إذا بالتالي مين يجمش، وهذه إشكالية كبيرة. حاجة أخرى يلزم نتحملوا مسؤوليتنا أنه البحث عن ثقافة الامتياز والتفوق هذه حاجة باهية برشا، ولكن يعني ما تنساش أنه برشا ناس ما عادش حاجتها فقط بالكاليتي دو لونسينيمون يعني ليديوكاسيون يعني نوعيه وجوده التعليم، بقدر ما ان وصلنا لدرجات معينه ما عادش عارفين اسكولات غدوا يقراوا ولا ما يقراوش. احنا عندنا في بلايص في الريف، كي قرينا في الريف يقول لك نحن والطقس، كان ثم معلم في وهو معلم وهو مدير وهو عساس وهو كذا كذا في مدرسه فيها قسم واحد يعلق على مكحل، مش على مكحل نتاع ناس اخرى باش تخش انظر وجهه نظر اخرى، راهو الطقس ما يوصلش لانه ثم ناس تسكن وراء الواد من غادي ينجم يحمل الواد هذاك يفيض ويهزها. ثم توا ولا فما توا ثم عوامل اخرى ساهمت بشكل كبير جدا في تراجع صوره المؤسسه التربويه العموميه. ثم ناس اللي عملوا الكورونا سيفري وان شاء الله ربي يخفف علينا، ولكن ثم اوقات معينه مش عارفين اولادنا يقراوا ولا باش يقعدوا في الشارع. ثم انا ريت بام عيني ثم اضرابات هذيا ضرت بالمستوى نتاع المدرسه العموميه ولا الولي خير يهز صغيره اضرابات. انا في رايي الخاص وقلتها في حتى في منابر تلفزيونيه اخرى وحواريه اخرى، قلت اني لا يمكن اني يعني نصلح قطار وهو يمشي، لا يمكن الحديث على مفاوضات وعلى نقاشات وعلى اصلاح، لازم يكون في العطله المدرسيه في الصيف نحلوا لي شونتي الكل، البنيه المرمه المدارس الدهينه الاصلاح على الكتب المدرسيه كذا كذا، بدات الموسم الدراسي لازم الكل تشد الرجله نتاعها وتخدم روحها. في فترات زمنيه معينه لقينا اما تجاذبات سياسيه او تجاذبات نقابيه او اخطاء على مستوى وزاره التربيه على مستوى البرمجه، يعني برشا اشكاليات اللي خلت قلت لك ناس قدام المدارس الابتدائيه والمعاهد فما خلل في المنظومه تستنى في ولادها، زعما ولدي باش يقرا يدخل يقرا ولا باش يخرج. هنا لازم نفهموا مليح بان ما عندناش مشروع مجتمعي نخدموا عليه الناس كلها، هذا خلى ان المؤسسه التربويه تتراجع
اللي فات شكون؟ اللي فات القطاع الخاص الذي، وهنا توجيه للغز الحقيقي، الذي استثمر في اخطاء الاخرين. من حقه ثاني هو، انت تغلط انا نستغل الغلطه نتاعك، اللي هو خدم على ليلوكو، خدم على الفضاء وخدم على الهندسه الواحد، صرف حط فلوس، جاب اطارات كفئه، نظم قد ما بيع باستثناء البعض، لانه يعني بعض ثم البعض ما يحترمش حتى كرة الشروط في فيلا، في فيلا بناء مدرسه، شكون اعطاها الترخيص وغير وهذاك ترجع مسائل. هذا يطرح سؤال سي بالعيد، وايضا باش نواجهه سي عادل، هل انه المدارس الكل الخاصه على نفس الدرجه من النزاهه في تقييمها للتلامذة هذوما وحتى في متابعتها، ولانها قادره انها تعطينا جيل نتاع عباقره خلينا نقول، ولا مواهب، ولا اطارات كبيره تنجم تخدم الدوله؟ نجم ان ملاحظه برك انت وبعد شنو سي عادل، انا بالنسبه لي المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة هم يشاركوا كل في صقل المواهب، ولكن لازم نفهم يحراو ثم كيد شارج، لو بروغرام اللي يتقدم في المدرسة الخاصة منطقيا تحت إشراف ورقابة وزارة التربية وزارة التعليم العالي. كتقول لي مدرسة كما صارت مدرسة الرقاد، شكون يراقبها؟ أو مدرسة في التركينة، شكون يراقبها؟ يلزم البرنامج نتاعها، المتفقدين التربويين الموجودين في وزارة التربية والإطارات الواحدة راهم عندها الحق أنها تتبع وتشوف لو كونتوني شنو يتقدم. ثم بعض الاختلافات والفوارق اللي تزيد على مستوى التجهيزات الإعلامية، على مستوى لغات تنجم تزيد، أما البروغرام الأصلي لازمك تحافظ عليه، ما يعطوكش ثم كراس شروط لازم نكونوا موضوعيين، ثم كراس شروط لازم تحترم، وثم جانب بيداغوجي لازم يكون متوفر. ولكن احيانا الجانب اللي الدوله عملته في كيد شارج بريفي ما تلقاهاش في ليتاتيك، تشترط عليه بعض الشروط في كراس فنيه تعجيزيه، مش تعجيزيه، هي هذاك الحد الادنى المطلوب، لازم تكون فضاءات القاعه لازم تكون مريحه، لازم تكون كذا به. ولكن انت عندك في الوزارة ما عندكش قاع، ذري تقرا والمطر يصب عليه، شباك تو انا نعرف مؤسسة التربوية، الشبابك البولار مكسر، البرسيانات ما تسكرش، انا زرت العديد من المؤسسات التربوية بالفعل هي في قلب العاصمة التونسية في العاصمة، يعني الشباك البرسيانات ما تسكرش، دروج وراني المدير تاع مدرسة انك انت دروج لو كان الحديد اللي تشدوا الدربوز احنا نقولوا اللي كان يشدوه الاولاد ممكن يطيح، اذا بمعنى تشرط على ناس قطاع خاص باش هما يحترموا كرة الشروط وانت ما تحترمهاش في المؤسسات العموميه. ثم اخلال كبير ثم اخلال ساهم، وعندنا بعض الاخطاء، ربما العمل النقابي في حاجه الى رؤيه جديده، عنده الحق يدافع على استحقاقات اللي منظوريه ما قلناش لا، ولكن نحن نحيوهم ونقول لهم ردوا باكم، لان كما انتم تنجموا تساهموا خطا في مس صوره المدرس وكذلك صوره المؤسسه العموميه. اكيد هو الاضراب حق مشروع قانونا، لكن عنده قواعد ياخذ عليها وعنده ضوابط معينه. بقى انه البنيه التحتيه هي فعلا مشكل كبير في تونس، البنيه التحتيه نقصد بها نتاع المدارس التربويه، المعاهد والاعداديات، ووزير التربيه كان اقر انه وزاره التربيه عندها مشكل كبير في البنيه التحتيه، وفي معنى انه يكون عندها اراضي تبني عليها مدارس جديده. نرجع معك سي عادل، بالنسبه توا للعائلات المعوزه، العائلات اللي في المناطق الريفيه، كيفاش تنجموا كمندوبيه توصلوا للوليدات هذوما في العائلات هذوما باش ترعاهم وتحميهم من خطر الانقطاع المدرسي المبكر، من خطر حتى الانتحار، شفنا للقروان من اعلى ولا هي اعلى في معدلات الانتحار في مختلف الولايات، كيفاش نجموا نحموا الصغيرات هذوما؟ برشا حتى شفنا حتى في العوامل الفارطة ولت مصدر للتهكم القروان فيما يتعلق بانتحار المراهقين والأطفال، هو عمليا ما فماش، ما نجمش نقولوا اللي صغير يفهم شو معناها انتحار، هو خطأ ينجم يكون يؤدي إلى موت، أو صغير ما لقاش عناية وتأطير خلاه يعمل المحاولة هذيك، ولا قلد حاجة معينة وصلته للموت. شكرا. احنا بالنسبه نبداو منين ختمت، وبالنسبه للانتحار انا ما نسجلوش احنا اعلى نسبه في ولايه القاهره في الجمهوريه، بل بالعكس ولايات اخرى عندها الظاهرة هذه، وللاسف احنا مضبينا حتى واحد في من قبل كانت القروان هي الاولى، كان في وقت من الاوقات، لكن الحمد لله معناها النسبه دي معناها تراجعت كثيرا، لكن ما مش معناها مش موجوده، باقي موجوده للاسف، هذه يعود لاسباب نفسيه خاصه اللي يمر بها الصغير، وتعرف الاسباب النفسيه متعدده، وضعيه اجتماعيه، ليه الوضعيه الاجتماعيه، منها العلاقه العائليه بين الاب والام، منها عدم توفر الدخل احيانا، منها معناتها تمر بالعائلات بظروف ماديه صعيبه، هذا ينعكس على الاطفال.
احنا من خلال بعض الدراسات اللي قمنا بها معناها نلقاو اسباب الانتحار فما شكون صغير معناها انتحر خاطر ما يحبش يمشي يقرا لكن وليه يحبوا يقرا يفرضوا عليه ورد الفعل يكون هكا. فما اللي مريض عنده مرض نفسي, فما اللي كيف زاد كيما كون تحكي تبارك عليه زبلاء في المكتب خاطر ما عنده صبات ولا خاطر سروال مقطع, يكون رد فعله هكاك امام الظروف الماديه للاسره. يعني المشكل الاجتماعي الثقافي هذاك علاش احنا كوزاره الشؤون الاجتماعيه العائلات هذيا احنا في ولايه القيروان عندنا توا كنا بين عملاه والوسنا عملاه كنا 13500 عائله معوزه يتمتعوا بالاعانه القاره. احنا عدد هذا ما تشرفوش به بخاطر ارتفع لكنه هو في واقع مر مع الرزمان. احنا ولينا توا 16750 عائله معوزه واحتمال نزيد ونرفعوا في عدد العائلات هذه باعتبار الكوفيد ومخلفات زاد ب 3000 في ظرف عام. هذا بسبب الكورونا بسبب الوضع الاقتصادي بسبب برشا تعرف كورونا برشا ناس فقدت مواد رزقها برشا وتعرف احنا المقاييس اللي تم اعتمادها هي العائلات هذه يكون فقدان الولي يكون فقدان الشغل يكون معناها ثقل على مثلا متوفر عدد المعاقين مثلا اكثر من اثنين في عائله واحده. هذه برامج الدوله وتعرف احنا كعائله ما زك ناخذوها تعهدوا بها من جميع ما هيش كان 180 دينار هي فما احاطه نفسيه فما متابعه فما مساعده ظرفيه كما الظرفيه العاديه فما في الاطار المشهور 19 هذه زاد موجه للتلاميذ خصيصا معناها كل تلميذ في نجم بعد الرونتري بشهر ديال كرتابته مثلا تتبل ولا كتبته يضيعهم. هذه نظريا عمليا هذا يصير المتابعه هذه اللي تحكي عليها النفسيه. نعم عندنا بيجي خاص وقاعدين نحرصوا باش يتصرف ما ترجع منه حتى ياخذ منه حتى دوره. اضافه لعمل الاتحاد لجنه جويه التضامن الاجتماعي بالقيروان المشكور سي عدنان السيد معنا كيف كيف وتعرفوا هذه لجنه جهويه تعاضد زاد فرونتري وتواصل عملها حتى لين يصلى التلميذ. معناها فما احاطه كان مكنوا صغار من مساعدات من الملابس من احذيه مواد غذائيه نلزم كذلك عندنا اعتمادات مخصصه باش نشريو الات تعويضيه ولا نظارات هما التلامذه اللي هما هذي في العام الدراسي الحالي خاصه التلاميذ. خلينا نحكيو على السنه ايش فما جديد شنو المشاريع نتاعكم في المدارس في كل عام يتجدد. احنا توا السنه موجوده بيجي هذايا السمع عادل الصغار اللي يعانيوا من الاعاقات ولا عندهم نقص في السمع هذه كلها مجهود معناها ما يلزمش واحد يتنساه ولا ما يذكروش. احنا نسموه هذه دولتنا نجم تعاون احنا ماذا بينا تعاون اكثر اما ان شاء الله زاد حتى لنا احنا وقت اللي ان شاء الله الدول العجله الاقتصاديه زاد ما نسيبش صندوق الوطني للتامين عن المرض اللي الكنام اللي هو معناها يعاضد المجهود هذا وعنده خاصه عنده موظفين وعنده العمل وعنده لكن احنا الناس هذوما بالكوفيد عندنا برشا مؤسسات تسكرت للاسف وعندنا برشا كانوا صبوا على الواحد ما عادش ينجموا هذوما هذه كلها في الخدمه هذه الهدف منها هي الاحاطه بالعائلات وما نخليوش العائله تطيح ما نخليوش العائله صغارهم ينقطعوا عن دراسه ما نخليوش الابناء اللي تولي يخمم باش الصغير يحرق وان شاء الله احنا ما نسبه الرضا نتمنوها تكون مرتفعه يطبق هذا احنا نعمل نحاولوا نعمل اللي نجموا بحول الله احنا فما تقدم بسناب مقارنة بسنوات الفارطة اعتمادات قاعدة وزارة الشؤون الاجتماعية تلبي فيها ومشكورة قاعدة تزيد الاعتمادات قاعدين الاعتمادات هذه إضافة المشاريع للأولياء هذوما معناها قاعدين عندنا ثلاثة أنواع مشاريع فما مشاريع موجهة لعائلة بعضة فما مشاريع للمعاقين فما مشاريع للفئات الهشة هذوما فما مشاريع للتمويل العمومي معناها نغطيه الناس كل مع المواطن كان معناها احنا ما نخليوش يزيد رانا ما نجموش احنا كيما قال السي بالعيد السي محمد ولايه شاسعه بابتهاج انا راني من نادي الحاجب كي نمشي للحاجب 70 كيلومتر فما ديار كي نمشي لها في وسط الحاجب من المركز الحاجب المركز الاخر 70 كيلومتر اخرين معناها نعمل 280 كيلومتر باش نزور عائله واحده
هذا من الحاجات اللي ترهق الإدارة وزادت صعب حتى على المواطنين اللي يسكنوا في المناطق النائية ذي، خاصة مشكلة النقل والنقل الريفي وكيفاش تنقلوا المدارس. هذا زاد باش نحكيوا عليه سي عادل بعد الفاصل. كما نعطيك معلومة أخيرة اللي ترسلت لنا 200 مليون 200 ألف دينار لولاية القيروان باش نخلصوا بطاقة النقل. مش الصغير اللي يقرا في منطقة بعيدة وما ينجمش ياخو والديه ما ينجموش يشريو له ابونمون 200 ألف دينار تم تخصيصها على ذمة التلاميذ ولاية القيروان. احنا قاعدين توا نفضلوا في القائمات العائلات المعوزة بالطبيعة العائلات التعريف المنخفضة، ماذا بينا في كل في اقرب وقت يكملوا يسجلوا ويجيو نجم توجه لهم هذايا تنجم توجه النداء عبر بالمناسبة باش يتصلوا بينا واحنا ماذا بينا كيفاش نجموا نسهلوا لهم الاتصال بكم سي عادل؟ احنا كيما قالت سي بالعيد احنا متواجدين في كل معتمدية كل معتمدية عندنا وحدة محلية النهوض الشمالي هي همزة الوصل بين المواطن وبين حتى وزارة الشؤون الاجتماعية ما غير ما يقعد يتنقل وتعب روحه عنده في كل احنا وحدة محلية عندنا أخصائيين اجتماعيين مقسم المعتمدية إلى ثلاثة ولا أربع مناطق كل واحد عنده منطقته كل واحد يعرف الأخصائي نتاعه يعرفوا هذه جديدة سنة ولا من قبل كانت مقبل أما سنة تم الترفيع في المبلغ المرصود كان 90 ألف دينار سنة 200 ألف دينار إن شاء الله نصرفوه الكل وإن شاء الله نطلب حتى هذه المادة الإضافية واللي ما عليها احنا ما نحبوا حتى حد ما يمشيش يقرأ على خاطر ابونمون ولا على خاطر صبات ولا خاطر ما عندوش كراس هذو كل متوفرين وعلى اللعب هيك نحاولوا نوصلهم للناس اللي تستحقهم. احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامج سياسة الصحية بعد الفاصل الغنائي باش نحكيو على ولاية القيروان. ولاية القيروان الشاسعة الممتدة بأريافها علاش فيها أعلى فيها برشا موروث ثقافي فيها برشا موارد فلاحية فيها برشا ثروات ومع ذلك القروان هي الأعلى في نسب الفقر والأعلى في البطالة نشوفوا علاش بعد الترتيحة الموسيقية الحالية. رجعنا لكم من جديد في برنامج سياسة الصحية في آخر فقرة من سياسة الصحية ضيوفي محمد المرزوقي المنسق الجهوي لتعليم الكبار بالقيروان بالعيد أولاد عبد الله الدكتور في علم الاجتماع والاقتصاد الاجتماعي وعادل المستيري المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية مرحبا بكم من جديد. في الفقرة الأخيرة باش نحكيو على ولاية القيروان الولاية ذات الموروث الثقافي ذات الموارد الفلاحية الإمكانيات البشرية خلينا نقول ومع ذلك هي الأعلى في كل مؤشرات التنمية الاجتماعية تلقى الأعلى في الشيء السلبي أو في المؤشرات السلبية. سعادة أنت بكري في الأوف نحكي وقلت لي خدمت في أكثر من ولاية شنو هي الخصوصية اللي تختلف فيها القروان على الولايات اللي خدمت فيها اللي تخليها هي الأعلى في المؤشرات هذه السلبية فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية؟ وأكبر خصوصية تميز ولايتنا على باقي الولايات هي كونها ولاية ريفية بامتياز. احنا عندنا أكثر من 75% معناها ريف وهذا راهي نقطة إيجابية ما هي سلبية معناها لكن عندها انعكاسات معناها انت في الريف يلزمك زاده توفر الانفراستركتور باش يستطيع العيش في الريف نوفر المكتب ونوفر الليسي ونوفر النقل للعباد باش خاطر النقل وتعرف المسالك الفلاحيه والطرقات باش الفلاح يوصل منتوجه باش الصغير يمشي يقرا باش يوصل للمرافق يوصل للمرافق الصحيه في الجهات هذه من الحاجات اللي احنا للاسف خاطر منطقه ريفيه بامتياز هذه عائق من عوائق اللي خلي ولايه قيروان اهالينا في الريف يعانيوا من العديد من المشاكل. بالنسبه لولايات اخرى انا مش لازم نعطيه نسمي ولايات كانت فما ولايات معناها تسجل الفقر بالنسبه لك تبدا تلوج شكون باش تعطي معناها الشغل متوفر معناها امكانيات متوفره لكن في ولايه كولايه قيروان معناها عدد المطالب اللي تجينا على المنح القاره والعلاج المجاني عندنا مطالب بشكل رهيب يوميا معناها الناس تجي وطالب المنحه ذي والعلاج والعلاج بتعريف المخفضه علاج بتعريف المخفضه نهيك سنه وزاره الشؤون الاجتماعيه بمجرد علمناهم معناها بالعدد الكبير تاع المطالب هذه ومدى استحقاقيه الناس هذم لهالبطاقات من البطاقات باعتبار احنا الملفات كي جات قسمناهم وعديناهم على اللجان وحنا حين الناس تستحق اللي خذوا موافقة والناس اللي فما من برشا عباد احنا على 1000 تلقى مثلا 500 يسحقوا 500 ما يستجيبوش
اختي علمنا السيد الوزير مشكور عنا حصه اضافيه خذيناها 7000 بطاقه تم تمكين ولايه قيروان منها، واللي هذا عدد هذا عمره ما تعطى عمره ما في تاريخ القروان عمره ما تعطى في الجمهوريه متى عمره ما وزاره الشؤون الاجتماعيه اعطت 7000 بطاقه الولايه تعطي زيد هذه العام الحالي عمل في 2021 زادوا لنا 7000 بطاقه. هذا كل خاطر ما هوش جاء اعتباطيا ولا جاء خاطر محبه ولايه قيروان، لكن جاء من الضغط الكبير لعدد الناس اللي طالبين البطاقات هذه. وبعد ان تم تاكدت الوزاره اللي الناس هذوما يستجيبوا لمقاييس الانتفاع مكنتنا من الحصه هذه مذكوره، واللي حلت لنا برشا معناها نقصت علينا ضغط جهويا ومحليا. كذلك كما كنت نحكي من بكري حتى في اللي عانت القاره مكنونه من حصه استثنائيه هذيك باش نجموا نجيبه، في انتظار ان شاء الله احنا كولايه كما قلت هي راهي ولايه القيروان ولايه كما يحكي سي بالعيد هي ولايه متناقضات، ولايه الاقتصاديين ولايه فيها الماء ولايه فيها الفلاحه ولايه فيها تربيه الماشيه معنا فيها الزيتون فيها الفستق فيها هي فيها ما مثلا فيهاش موارد شغل باش العائلات. مرات وقت اللي تلقى مؤشرات تشرف يجيها تلقى مؤشرات في المقابل ضعيفه كيفاش نجموا نعملوا نسقوا بين هذا وهذا، وهذه هي ان شاء الله السياسه الجديده اللي نخطو كيفاش الخيرات هذه تنعكس على اهل الجهه وتنهض بهم، وبالتالي تكون ولايه قيروان ولايه دافعه ولايه تشغل وفيها خاطر طاقه تشغيليه كبيره اذا عرفنا كيفاش نستغلوه. نتابعوا معاك سي بالعيد كيفاش تشوف انه سياسه الدوله وين لازم تتدخل الدوله في القروان باش نحدوا مهل الظواهر هذه باش ينقص الفقر باش تنقص التشكيات الاجتماعيه الانتحار الجريمه اللي ما حكيليش عليها اللي هي مقرونه او مرتبطه بالفقر، وين فما فقر اكيد فما جريمه وين فما جهل وامي اكيد زاده فما جريمه. هو صحيح انا باش تربط باللي كلام كان يحكي فيه سي عادل، ثم وزارات السيبيس احنا نقولوا يعني هي نوعا ما تدفع ضريبه الاخطاء نتاع الاستراتيجيه نتاع هياكل اخرى ومؤسسات اخرى. اذا نفهموا مليح هل انا قلت انا بقيلة ولايه القيروان وانا اشتغلت العديد من تقريبا كل الولايات الجمهوريه التونسيه دشره معتمديه دوار دونك كان نعرف جيدا هذه الولايات الجمهوريه التونسيه. اذا بمعنى اني المؤسسات اللي تهتم بالمسالك الفلاحية والتنمية الفلاحية وبتثمين الخصائص الجغرافية والمناخية والفلاحية والثقافية الموجودة بولاية القيروان، موقعها الجغرافي متميز جدا قريبة برشا للساحل وهذا يعطيها إمكانية كبيرة على مستوى ما تلقاش صعوبة على مستوى ترويج المنتوجات. وهنا إشكالية كبيرة برشا فيما ورد بالدستور الثورة بين معاقفين اللي يحكي على عدالة بين الجهات وتكافؤ الفرص والتمييز الايجابي، وبالنسبه عمليتين ما نلقوش على الميدان وهذا اشكاليه كبيره. دونك انا كان جينا غدوه نلقى في القيروان كولايه او كعاصمه للصناعات الغذائيه التحويليه نجم تكون غدوه الزون اندستريال نتاعي تصنع وتصدر، لاني بحذايا برد سوسه وبحذايا المطار تاع المستير وبحذايا برشا حوايج ونجم ما عنديش اشكاليه في في في, في النقل. بعض اخر يلزمنا تكون عندنا مؤسسات اخرى كما التنميه كما ديوان تنميه الوسط كما بعض الوزارات اللي هي تنجم الصناعه التقليديه. القيروان صحيح تاثرت بشكل كبير جدا بكورونا ولكنها قبل ذلك تاثرت بشكل صارخ بالاخطاء الاستراتيجيه في قطاع السياح، لان انت ها شوفها وين وصلت لما انت تستهدف انك انت اللي سموها التوريزم دو ماس، وهنا ما عانتش منه كالقيروان، عانت منه كل الجمهوريه التونسيه حتى المناطق الساحليه حتى الوتله، لان ولا يجينا السائح اللي هو ربما اس دي اف ولا شومار مع احتراماتي للناس يعني وياخذ في انديمتي شوماج ويجي هنا لتونس، وبالتالي ما عادش ينجم يخلط باش يشري زربيه قيروانيه. وهنا اشكاليه كبيره برشا واعاده النظر، لان كل شيء مرتبط ببعضه. لما تعمل انت على سياحه نوعا ما الراقيه وتطور من المنظومه نتاعك يولي عنده متسع من الوقت باش يجي القيروان ويشري الزربيه اللي هي معروفه بها القيروان وتنجم تخدم عليها. هذا مقترح ان القروان تولي واجهه سياحيه بجديه مش ما تقعدش في الكلور يجي اخر، لانه السياحه حتى في تونس احنا ما زلنا بعد برشا على مقاربات جديده في ما يسمى التجديد والابتكار الاجتماعي
وهنا انت قدمتني كناشط في المجال الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، دونك كان يزمني راجع لك الهديه بهديه، لانه هذه السياحه ثم انواع اخرى من السياحه. انا جيت للمولد النبوي الشريف في القيروان عجبتني، ولكن تألمت كثيرا لانه عدد وصل 1,200,000 زائر تقريبا، ولكن البنيه التحتيه وكل ما هو عنده علاقه بالخدمات كان ضعيفا جدا. اغلبهم روحوا معنا نعطي الواحد هنا كي تقول لي انت مليون دخلوا للقيروان في ما يسمى، انا شفت الاردن ثاني تجربه عندها ما يسمى السياحه الدينيه، وبالتالي نجم انا نخلق منها فضاء، نجم تجي ناس للقيروان وما ادراك من القيروان، وتجي عباده بعد روحي ديني ثقافي، نعرف باش نسوق. ثم ناس عملت مجهود ممتاز جدا، ثم هذه السنوات مش خاطر السيد الوالي يعني انا صديقي وهذا كان زيني، ولكن نقول لازمنا نقولوا كلمه حق في ذلك. ثم محاولات لاعطاء اشعاع جديد بالنسبه لولايه القيروان، وهذا يحدد ذاته مكسب لازم نخدموا عليه احنا البعد هذا. ثم ايضا ما يسمى السياحه الايكولوجيه والبيئيه والفلاحيه، ما عادش ثم مشاريع فلاحيه يعني، ثم ناس ما تعرفش البقره، ثم ناس ما تعرفش الدجاج، ثم ناس ما تعرفش الفيرمات. دوك انا كي نعمل انا ضيعات تربويه ادماجيه في وسط في ولايه القيروان، النجم انا نضمن اني انا نجيب لي كونسوماتور من ولايات اخرى. دوك يعني بمعنى اني راه ماهيش بعيده على المناطق الساحليه، ماهيش بعيده على المناطق نتاع الوسط، ماهيش بعيده على سيدي بوزيد، ماهيش بعيده على القاسترين، دوك ان جيت في الوسط بالضبط نجموا نخدموا عليها بالكدا بالكدا. دوك يعني نجموا نخدموا على هالقطاع هذا نتاع الفلاحه، قطاع نتاع السياحة الثقافية، ثم برشا ناس ما تعرفش المتاحف الموجودة في القيروان، تراث القيروان، راهو تراث مش نقعدوا نعملين الصور وقاعدين نتفرجوا عليه، لازم نبيعوه. تقديم إعادة معناها كيفاش نعاودوا نقدموه بشكل تسويق. وهنا دعوة للمجتمع المدني أنه باش يعمل فيستيفال يحذر له، راهو ما يتحذرش المهرجان، يتحذر لافي، باش نعملوا مهرجان الصحة بولاية القيروان في 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 جوان 2020، أون لو بريبار دي ميتنون. ولجنه واعلام ولغه باش نبدوله. انا عندي كونغري نحضر فيه مع الدول العربيه باش يكون في مارس في العطله الاسبوع الثاني من مارس 2022. يعني لازم نفهموا مليح، راهو العمليه ما تجيش هكاك اعتباطيا مهرجان الفولكلور او مهرجان الاغنيه الدينيه بالقيروان او مهرجان التصوف، راهو كل شيء يلزم عنده بعد ثقافي، بعد فلاحي، ولكن بعد تسويقي. كيفاش نجموا نسوقوا؟ وهنا دعوه ثانيه وسي للمؤسسات، ديوان الصناعه التقليديه لابيا اللي هي وكاله منظمه الاستثمارات الفلاحيه، لابي وكاله منظمه الاستثمارات الصناعيه، المؤسسات هذه كل باش تعمل على تسويق الامكانيات الاستثمار في القيروان. يلزم التونسي والاجنبي كي يدخل للصفحه نتاع الولايه او اي معتمدين معتمديات، شنية عندك من فرص الاستثمار اللي انا نجم نستغل. وهذايا ربما مشكل كبير على مستوى العمل اللي لازمنا نخدموا عليه، وهذه توصيه من منبر هذايا استخدم على خطه تسويقيه لولايه القيروان. خطه تسويقيه تتعلق بالقطاع السياحي، تتعلق ايضا باعاده النظر في وضعيه القطاع الفلاحي، هذا كله يخلق موارد رزق وموارد شغل للعائلات، حتى اللي حكينا عليه العائلات. وقت اخفاف العبء على لان هذايا سعاد المشكور وهو صديقي، وكان بالنسبه لي انا كباحث موضوعي نقولوا حاجه اخرى، اذا كان انا ناخذ نزيد عدد الاسر، انا باش ناخذ من ميزانيه الدوله، ماذا بينا يقعدوا البرامج الاجتماعيه هذه كمساعده، ولكن اللي حاجتي به الاصلي هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي، لان الناس الموجودين في الريف في ولايه القيروان قادرين باش ينجوا الفلفل دور ولا الهريسه. التمكين الاقتصادي الوزارات الاجتماعي كل الوزارات مسؤوله، حتى وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الشؤون الاجتماعيه مسؤوله في المساعده والاسناد، وسعاده كان يعطيك في الارقام ويعطيك في المعطيات، ولكن الوزارات المعنيه بالاساس هي وزاره التنمية الفلاحية، وزارة الفلاحة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، اللي هي وزارة السياحة باش تبدل التوجهات. ثم بعض الولايات استدعونا لدراسة مسارات ما يسمى السياحة البديلة. شو معناها السياحة البديلة؟ أي حاجة موجودة كتقول لي راهو ثم شكون جار قد لهنا في رقادة يلزمني نبيعها، راهو العلامة الفلان الفلاني كان في البلاصة الفلانية يلزمني نبيعها. تو في بلدان العالم يقول لك راهو الفنان الكبير يلبس البلوزون هذا نعملوا له متحف بالشفاعة ونعملوا له كذا كذا ويدولي داخل بالفلوس. توندونس جديدة ولات في هي مقاربات قديمة مستعملة في برشا بلدان، ولكن احنا نشوف ونعطوا مثال ديما نعطيه، ثم ساحة اسمها ساحة الفناء في مستعملة حديثا ولات حتى المتاحف الشمع الفنانية في مراكش، هي مطحة باللغة العامية كبيرة،
تستعمل التنشيط، يعني ناس تجي بطحة كبيرة متنفس الغناء وشطيح واللي شطح في القرد واللي شطح في الحنش وكذا كذا كذا، ولكن فيها جانب فلكلوري. القيروان نجم تلعب دور كبير جدا في السياحة البديلة باعتبارها قريبة برشا للولايات الساحلية. سعد الأكيد عندك ما تقول في الموضوع هذا. تكمل الكلام سبلعيد، ونحن في ولاية عندنا مناسبة دينية اللي هي مولد النبوي الشريف، النجم جينا مليون سائح تونسي، ماناش في نحن في غنى على السائح الاجنبي هذا مبارك. انا كيجيني مليون سائح تونسي وحتى الدول المجاوره ليبيا الجزائر المغرب يجيو نرحبوا بهم وكل شيء، لكن كيما قال سي بلعيد وقت اللي يجي ويقول له بنت وبابا نحب نمشي للتواليت ما يلقاش ولا المدام ولا غيره، وقت اللي يجي ما يلقاش وين يحط كرهبته ويحطها وين يجي، وربما تتعرض بعد للسرقه ولا حاجه، هل السائح هذاك مازال يرجع لك؟ دونك هنا هذه هي وكيفاش احنا رانا عندنا حاجات. انا كنت في فرنسا مع في مدينه سرسبور اللي عندها توما مع مدينه القيروان واللي يحترموا برشا مدينه القيروان، لكن يروحوا يقولوا يتاسفوا يقول لك مدينه متحف في اسيال اوفير لكن تعيش المتنقضات، معناها وين تمشي تلقى مونيمون هيستوريك لكن ما يتمش تسويقه، ما يتمش بيعه، ما يتمش استغلاله. نحن هذا كل احنا قاعدين عنا الثروة قاعدين فوقها ونتفرجوا، ما يتمش استغلالها وإظهارها وإبرازها بشكل هذا. هذه كل حاجات هذه بسيطة في الظاهر لكن هي تخلق موارد رزق، وهنا وقت اللي نخلق موارد رزق تولي فما فلوس الدور وفما التنمية، وهنا يقص عدد هذه والعائلات هذه المعزة والانقطاع المدرسي يقل والناس تعمل بالتعليم اكثر. هي دائره واحده سيركل واحده، هذا كله مع بعض لازم نخدموا عليه. بالنسبه اللي كان يحكي عليه سي بالعيد، احنا في المشاريع كيما نعطيه في المساعدات احنا عملنا ولايه القيروان، احنا مش نحكي لكم على مشروع برك، عملنا وزاره الشؤون الاجتماعيه عندها ان فون تاع مليار خصصته بالبعث موارد الرزق تمكين الاقتصاد، كيطالبونا في اطار التمكين الاقتصادي خذينا منه 400 مليون وحاء في ولاية القيروان. 400 مليون خذينا 40% من البيجي تاع الدولة تاع وزارة الشؤون الاجتماعية، هذا من البيجي اللي هو ناسيونال، ما خذيناهوش زاد حنان ولا عطف على ولاية القيروان، خذيناه باعتبار ملفات مدروسة في لجنة وطنية اجتمعت وقت اللي درست الملفات ما درستش بالجهة ولا بالولاية على بعض، واحنا خذينا 40% من الميزانيه هذه باش تخلقوا به موارد رزق وتخلقت به موارد رزق وتم بعض. احنا بخلاف هذاك اش خذينا عملوا قرابه 500 الف دينار في موارد رزق معاقين، لذلك خذينا في التمكين الاقتصادي مشاريع اخرى موجهه للفئات صعبه الادماج ولا المساجين ولا الامهات العازبات، السنه كيف كيف المعاقين بركه تطور الميزانية تطورت، لكن قد ما تخدم الوزارة تزيد تطورت القديش نحن تطورتنا بالنسبة ل 2021 في المواقين خذينا 570 مليون اللي هذو ما راو كي تحسب يكون 30 سنة التالي ما نجموش ناخذوه، ما كي تلموا اللي خذيناه الكل ما يجوش قدم بين عامنا والسنة راو عملنا خطوة كبيرة خدمنا برشا على الادماج الاقتصادي، رفعنا في قيمة المشاريع هذه، ترجعوا على صفحة تاع الإدارة الجوية على الفيسبوك وتلقاو تشوفوا نوعية المشاريع، أعطينا مشاريع ميزانيات محترمة جدا، احنا يمكن فما ولايتين ما خدمناش كيف كيف، نحن نظرتنا كانت ما نغطيوش بزايد عباد بقدر ما نعطيو مشاريع اللي غدوا معاش يرجع لي، نعطيه مشروع كامل ميزانية دوبل، لكن غدوة أنا نضمن أن السيد هذاك باش يعتمد على الذات وباش ما عادش يقطع مع باش يرجع للشؤون الاجتماعية باش يكون مساعدة ولا باش للتغطية. هذه حاجات رانا هذا واقع، هذه أرقام تحكي، احنا عندنا تقارير اللي هذه كلها مثبتة بتصاور بكل. اكيد باش تقول لنا باش تنستضيفوك في حلقه قادمه نحكيو بشكل تفصيلي اكثر على نقولوا من الحسن للاحسن، لكن هذا ما يمنعش اللي نستنى فينا برشا خدمه باش نقاوموا الانقطاع وباش نقاوموا الاميه باش نقاوموا هالفقر هذايا وعقليه التواكل وعملوا على الدوله باش تساعدني في رونتري ولا تساعدني في رمضان،
ان شاء الله هذا كل لك علاش اليوم حكينا على كيفاش ان نحسنوا من الوضع الاقتصادي، حكينا على السياحه والفلاحه في القروين هذيك اللي باش يخلق مواطن شغل، مقاومات النجاح متوفره ما علينا كان الناس كل تحط اليد في اليد ونخلوا بحاوليها ان شاء الله. انا متفائل برشا باعتبار جال القروين لو عندنا برنامج تاع طريق السريعة اللي باش يتعدى قريبا وتلقوا فيه في تونس العاصمة بدات الأشغال اللي باش يربط من يربط العاصمة عبر القيروان ولاية قفصة، عندنا مضاعف طريق القيروان نفيذة اللي عندنا مطار نفيذة وما أدراك اللي هو هذاك راهو بوابة، عندنا منطقة صناعية صبيخة تنيز زاد راه من أكبر المناطق الصناعية في الجمهورية هذيك غدوة تخدم بحولها زاد فيها فما الاستقطاب، عنا النقل الحديدي ان شاء الله زاد في البرنامج وموجود الاعتماد المرصوده، هذه كلها برامج لو كانت تتحقق تقلب صوره القيروان، ما عادش القيروان اللي توا مشاكلنا هذه شنو نحكي على قيروان مدينه الاقتصاديه بامتياز مدينه العربيه اذا تتحقق هذاك علاش هي موجوده مع على الناس كل تحط اليد في اليد والناس كل تخدم وان شاء الله المستقبل زاهر وما فما كان خير. شكرا لك سعاد المسيري المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه، واكيد باش تكون ضيفنا في حلقه منفصله نحكي وباكثر عمق على برامج المندوبيه. قبل ما نخدموا نمشي مع سي محمد عنده كلمه اخيره. في ظل التفاؤل هذا الكل حتى احنا زادها في النظره هذه اللي انطلقنا بها من لون نسبه الاميه ارتفاع نسبه الاميه احنا معناتها في وزاره الشؤون الاجتماعيه كذلك معناتها فكرت في اعطاء دفع جديد للبرنامج الوطني للتعليم الكبار، معاش برنامج الوطني للتعليم الكبار اصبح المركز الوطني للتعليم الكبار، مكنته من الاستقلاليه حتى انه يكون العمل نتاعو معناته ذا جدوى وسياسه القرب، وهذه الحقيقه هو يعتبر ثوره، والوزاره معناتها توا تستنى في الموافقه على الاستراتيجيه الوطنيه للتعليم الكبار، ومكنت ولايه القيروان كما كان يحكي السي عادل من انه اثناء ان شاء الله مش يكون عندنا مدينه بلا اميه مش تنطلق هذايا على المستوى الوطني، مش تكون مدينه ولايه القيروان ومدينه معتمديه منزل المهيري اللي مش تنطلق منها برنامج مدينه بلا اميه، هذايا مش تنطلق ان شاء الله من القروين، زاد نفس الشيء كيف مش يكون عندنا مشروع باش تعمل مشروع طبيعي مش تنطلق هذه السنه، مشروع قاعدين يخدموا عليه مش تنطلق هذه السنه، مشروع مدينه بلا اميه اللي هي مش تكون لا تحقيقه يصير في نجمه توصلوا حسب الاحصائيات معناتها على الاقل معناتها لابد من 5 سنوات، تعرف العمل هذا معناتها عمل نكون متفائل نقول زاد 5 سنوات روان. دونك المشروع هذا اعطينا احنا ينطلق مش كون الدراسه نتاعو معناتها جاهزه تعملت. حاجه ثانيه بعث مركز نموذجي خاص لتعليم الكبار ان شاء الله مش يكون في مدينه القيروان ان شاء الله، هذايا زاد كذلك مشروع يرنرو، وكذلك هو بالتوازي مع العمل هذا الكل خاطر منظومه تعليم الكبار هي منظومه متكامله ومنظومه مع بقيه الشركاء مع وزاره التربيه خاصه مع مندوبيه الجاويه للتربيه بالقيروان، عن عمل الحقيقه جبار مع بعضنا وعمل متكامل بمدرسه الفرصه الثانيه، هو نفس الشيء كيف ان كيفاش نجموا نوصلوا على الاقل باش اليوم من العار ومن العيب ومن المحزن ان عندنا 300 تلميذ يوميا يغادروا مقاعد الدراسه، معناته العدد مفزع، عدد مهول هذا معناته يخلينا معناته ديما يوميا بطبيعه يوميا 300 تلميذ يغادرون مقاعد الدراسه، هذا لابد ان يكون عندنا وعي به، لازم حتى تتعمل دراسات من الدوله من وزاره التربيه وزاره الشؤون الاجتماعيه ان شاء الله نهار الجمعه مش يكون عندنا معناتها لقاء مع السيد المدير العام مركز الوطني للتعليم الكبار واللي هو معناته مستضيفته وإذاعة الحياة فهم، وإن شاء الله يكون عملنا معناته متكامل ككل في ولاية القيروان إعلاميا وإداريا وجمعياتيا وإن شاء الله نحقق نتائج معناته متميزة. حبيت بالمناسبة هذه أني نشكر معناته الأخ والصديق دكتور بالعيد ولاد عبد الله، حقيقه هي تقال معناته انه اليوم اني كنشوف المدرسين نتاعي اليوم في ولايه القيروان فرحين بمداخلته اللي كانت هي عندها دفع كبير ياسر للعمل نتاعهم، هذا من نجمه كان ثمنوه نقولوا بارك الله فيه ونفس الشيء كيف بالنسبه. شكرا لك سي محمد، هكا بدينا بالتعليم وختمنا بالتعليم، التعليم هو ظهر لي نقطه اللي تجمع هذا الكل، هو اللي يجمع النقاط الكل والمحاور الكل حكينا عليهم. شكرا لكم.
ضيوفي، سي عادل المسيري المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه، سي بالعيده ولاد عبد الله الدكتور في علم الاجتماع والاقتصاد الاجتماعي، ناكد على الاقتصاد الاجتماعي، شكر مخصوص ليك ايضا. شكرا لك انت ايضا سي محمد المرزوقي المنسق الجهوي لتعليم الكبار، وشكرا للمخرجه امنه بوخيت اللي صاحبتنا في الحصه هذه. احنا هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، السياسات الصحيه اللي كان موضوعها التعليم والسياسه التعليميه في تونس، وحاولنا هكا نحكيوا على برشا مواضيع مرتبطه بالتعليم. تلقاو ان شاء الله في حلقه جديده، الى اللقاء. سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة.